بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أولى حلقات علم النفس النظام الجديد للصف الثالث الثانوي. مقدمه لكم أستاذ أحمد عز، معد الفلسفة وعلم النفس بجريدة تلفزيون الوفد. النهاردة إن شاء الله السنة دي يعني هقدم لكم مادة علم النفس. إحنا زي ما أنتم عارفين إحنا بننفرد بطريقة الإنفوجرافكس، أو إزاي نقدر نعرض المادة بطريقة بسيطة زي كده، نشرات الأخبار، زي الحكومات لما بتيجي تعرض الداتا بتاعتهم على السكرين بتاعت أو شاشة التلفزيون يعني بشكل عام، وإزاي نبسط الأمور وإزاي نربط المعلومة بالصورة المعبرة عنها، فبتبقى الدنيا ظريفة. إحنا مش أول سنة نعمل الكلام ده، إحنا بنعمله على طول الحمد لله، وبنقدر نعمل الفيديوهات الداعمة، وبنبدأ نخلي الناس تحلل معانا وتستنتج معانا. يعني الحاجات دي احنا بنعملها من زمان جدا، زي ما احنا بنقول النظام الجديد مش حاجة جديدة علينا، بالعكس ده احنا الحمد لله بنستخدمه من زمان، ولكن خلاص شاءت الاقدار ان الامور دي تظهر على السطح والناس تقدر تستفيد. ان شاء الله هنقدم الفيديو الاول هنحلله سوا، وبعد كده بنبدأ نشرح بطريقة الانفوجرافيكس، وبعد كده او المعلومة في الصورة يعني المايند ماب اللي هيسهل الدنيا، وهنبدأ نعمل تاست الصغيرة كده اللي هي الام سي كيو والكوراكشنز اللي هي صح والغلط والاختيارات بتاعت المنهج زي ما الوزارة عايزة ان شاء الله، ويبقى في اختبار كده ربط المعلومة بصورة برضو ان شاء الله هنعمله مع بعض. نتمنى ان شاء الله نحرركم تستفيدوا معانا، ونبدأ يلا رحلتنا مع الذكاء. طب حضرات انا مش هاخد وقت في زي اقول لك الماده راحه فين وجايه منين، ولكن يكفي ان انا اقول لك الباب الاولاني اللي هنشتغل عليه دلوقتي هو بيتكلم على الذكاء، وازاي بنقيم ازاي بقى الانسان هو ذكي او غبي ولا متعدد القدرات ولا هي بتبقى ايه بالظبط. يعني الحقيقه برضو احنا ان شاء الله بعدها هنخش على النظريات بتاعت التعلم اللي هنعملها على الحيوانات، وازاي نقدر نطبقها على الانسان وفي المجال التربوي وغيره وغيره. ان شاء الله برضو حضرات في الاخر هنتكلم عن حاجات خاصة بأسس الاستذكار، وازاي نعرف نذاكر، وامور كثيرة جدا ان شاء الله تنال اعجابكم. يلا نبدأ الرحلة. الاول احنا بما اننا هنتكلم عن الذكاء، فاحنا عايزين الاول نشوف يعني حاجة كده للذكاء اللي خلى العلماء يستدعوا يعني يفكروا ازاي هو ايه الذكاء، وبتقيم ازاي او بيتقاس ازاي، يعني ازاي الايفالويشن اللي يتعمل ل يعني كون الانسان ده ذكي ولا غبي ولا قدراته ايه بالظبط. يعني فانا هعرف بعض السيتويشنز البسيطه اللي المفروض ان احنا ان شاء الله يعني نعملها اناليسز ليها يعني، ونحلل الامور واحده واحده، ونشوف يعني هل فعلا يستدعي ان احنا نعمل اختبارات نعرف بيها الذكاء ولا لا. تعال نشوف كده الفوازير البسيطه دي حتى لو كانت تافهه، خلينا نمشي مع بعض للاخر. اوعى تفتكر نفسك غبي انت ولا حاجه، بس هتستعجب فعلا وتستغرب تقول ايه ده، هو الواحد فعلا غبي ولا بياخدش باله ولا عدم تركيز ولا ايه. ادي اول اختبار. احنا عندنا 10 اسئله، طبعا عذرا لان الصوت مش هيبقى موجود نظرا لتسجيل الحلقه، فان شاء الله الفيديوز دي كلها هتبقى موجوده على الشانل عندي في فيلو سايكو، او هتبقى موجوده طبعا في الوفد، وهعرض منها بس مقتطفات كده. خلينا نقول مثلا احنا هنعرض شويه اسئله، طبعا مش هناخد 10 اسئله، هناخد شويه حاجات بسيطه عشان ما نزهقش من بعض ونعرف الحلقه نكفي وقت الحلقه. بيقول لك ام خالد ليها 3 اولاد، والاسم الاول هو اكتوبر، والاسم الثاني هو نوفمبر، والاسم الثالث هيبقى ايه؟ ديسمبر. بالظبط كلامك خطأ، انا حل معاك بسرعة بقى. طبعا انا بقولك ام خالد، يبقى اكيد الاسم الثالث هيبقى خالد. نخش مثلا في المعلومة التانية او السؤال التاني. بيقول لي سؤال ايه؟ قبل ان يتم اكتشاف قمة ايفرست، ما هي القمة التي كانت الاعلى في العالم؟ المعلومات الجغرافية قوية ولا ايه؟ اوعى خلي بالك. لا طبعا مش محتاجه معلومات ولا حاجه، محتاجه قوه يعني تركيز شويه. انا بقول لك قبل اكتشافها ما كانش في قمه قبل كده معروفه غير قمه ايفرست، فطبعا خلي بالك لان الحاجات دي ممكن تخليك يعني تشك في نفسك شويه. طيب خلينا نكمل تاني. بيقول لك انا عندي كميه رمل في حفره طولها متران، عرضها متران، ارتفاعها متران، يبقى ايه هي كميه الرمل اللي موجوده في الحفرة؟ تاني انا عندي كمية الرمل في حفرة طولها متران، عرضها متران، وارتفاعها متران، ايه كمية الرمل الموجودة فيها؟
اتنين في اتنين، حاول تضرب معايا عمليات حسابية معقدة الحقيقة، وانا محتاج عمليات حسابية ولا حاجة، دي اصلا يعني حفرة، فازاي يبقى فيها رمل؟ فبالتلقائي كده ولا يهمني يبقى طول الرمل ايه ولا عرضها ايه، لان كده كده هي حفرة، والا لماذا سميت حفرة يعني. فطبعا ده من ضمن الاسئلة. ناخد سؤال كمان، سيبك يكون السؤال ده، ناخد سؤال كده ظريف يعني عجبني بصراحة. بيقول لك لو سقطت الطائرة في الحدود بين ليبيا ومصر، أين سيتم دفن الناجين؟ ها بسرعة، خلينا نقول مين أحق بيهم، ليبيا ولا مصر؟ يا جماعة دول لازم نرجعهم لأهلهم. الحقيقة احنا مش محتاجين ندفنهم أصلا، لأن دول هم الناجين. خلي بالك أنا طبعا بحاول أسرع الرتم شوية، ولكن شوية أسئلة خلت الناس تتساءل، هو أنا اللي ما عنديش يعني عندي عدم تركيز، ولا أنا فعلا الغبي ولا إيه؟ بدأ العلماء يحاولوا يفسروا اللي حصل ده واحدة واحدة. طيب تعالوا كده حضرات نشوف العلماء هيعملوا ايه. طبعا ده الباب الاولاني او الوحدة الاولى، قصدي الذكاء والتعلم. اولا حصل نقاش ما بين العلماء حوالين الذكاء، حاجة مش متقاسة وحاجة مش متشافة وحاجة مجردة بتبان في سلوك الانسان. فالعلماء بدأوا يتخانقوا مع بعض، يا ترى العلماء لما جم يتخانقوا كانت المشكله فين؟ قال لي مشكله منهجيه. يعني ايه مشكله منهجيه يا حضرات؟ يعني مشكله في طريقه الدراسه، الموضوع ثابت، احنا بنناقش الذكاء او طبيعه الذكاء، هو احنا عارفين ان هو معناه هو مجرد، بس عشان ندرسه ونقيسه الموضوع مختلف تماما. فالمشكله هنا منهجيه، اي في طريقه دراسه الذكاء، ازاي نقدر نوصل لصيغه نقيس بها ذكاء كل واحد. الحقيقه الخناقات اللي حصلت كانت ما بين علماء البيئه وعلماء الوراثه وعلماء النفس. يعني حضرات في علماء البيئه مثلا قالوا احنا هنختبر مواقف الانسان اليوميه وطريقه تفاعله مع المواقف وازاي بيقدر يتكيف. يعني لو حطيتك في موقف زي رامز جلال كده مثلا، لما كان في رامز توت عنخ امون او حاجه زي كده، رامز عنخ امون لما كان عامل موقف في مقبره وجاب محمد هنيدي ونزل تحت وقفل الزنبيل، لو حد يفتكر الموضوع ده، في موميا هتطلع عليك، هتتصرف ازاي؟ يعني لما تكون في موقف في المجتمع او في موقف حواليك هيبقى عندك سرعه بديهه ولا لا؟ هتتصرف ازاي؟ العلماء قالوا ان الذكاء بيجي من الحته دي. طبعا في الوراثه لو عملنا تحليل جيني او الجيني من البشري، هنعرف ان الدي ان ايه هو اللي بيحدد الصفات الوراثيه اللي تاخدها من الاهل يعني، وهيبقى نسبه الذكاء مقرونه بيها ومربوطه بيها. فعشان نعمل التحليل الجيني هو اللي يقول لنا انت هتبقى ذكي ولا غبي ودرجته، ده وفقا للمقاييس الوراثيه. اما في علم النفس فعملنا اختبار اسمه الاي كيو، وده بيبقى عباره عن حاجات بنقدر نربط بها العلاقات. يعني مثلا اجيب لك علاقه رقم برقم، علاقه مربع بحاجه، علاقه مثلا كلمه بكلمه، علاقه اللبيسه بالقلم، علاقه الريموت مثلا بالتكييف ولا بتاع المروحه. الامور المتشابهات والمختلفات وعلاقه حاجه بحاجه وعمليات حسابيه شويه واسئله عامه شويه بيحددوا الاي كيو بتاعك او الذكاء العام بتاعك، ودي بتبقى اسئله بتجاوب عليها بنعم او لا او ابدا، زي حضرتك الاسئله اللي احنا عملناها من شويه دي، بيبقى شبيهه برضو بحاجات بس دي مبسطه شويه، وبنعرف من خلالها ردك بيبقى عامل ازاي. خلينا نقول لحضرات ان احنا طالما جبنا علماء مختلفين في دراسه الذكاء، كل واحد ده بيدرس الذكاء من منظوره، فطبعا كل واحد هيطلع مقياس من منظوره، يبقى احنا عندنا تنوع الدراسه هيؤدي الى تنوع القياس. بما اننا عندنا علماء البيئه وعلماء الوراثه وعلماء النفس، يبقى علماء البيئه يعملوا مقياس وفقا للمواقف ودرجتها، وعلماء الوراثه يعملوا تحليلات وفقا لدرجه التحليل اللي هتطلع او طريقه تقييمه ازاي بيولوجيا، وعلماء النفس يعملوا ورقه بتبقى فيها عده اسئله بنجاوب عليها بنعم او لا، وبتاخد درجات، وفي الاخر بنطلع لك الدرجات بتاعتك، وان شاء الله هنحط اللينكس اللي عايز يختبر الاي كيو بتاعه ويختبر الحاجات دي واحده واحده. فيا ريت تتابعنا على البيج بتاعتنا او تابعنا على الموقع بتاع جورنال الوفد او الشانل اليوتيوب بتاعت قناه الوفد. طيب خلاص تنوعت المقاييس، ايه اللي حصل لحضرات؟ خلينا نقول ان الذكاء مشكلته اصلا مشكله يعني منهجيه، لان احنا شايف الذكاء دايما للاشياء الغير ملموسه يا جماعه دايما تقبل النقاش. يعني انا في مقوله بتقول لك الجميع يمتلك العقول والفهم يفرقهم، كل واحد بيفهم نفس الجمله بطريقه مختلفه، كل واحد لما اجي درجه الايمان ما اقدرش نقيسها مباشره ولكن بستدل عليها. يعني زي كده شخص بيروح للجامع متردد باستمرار او الكنيسه متردد باستمرار، انا ايمانه مش ظاهر لي ولكن هو بيقوم بسلوكيات قد تدل على انه فعلا هو درجه ايمانه عاليه. تصرفاتك قد تبدو ان انا ببين لك ان انا
بحبك وبعزك ودرجتك عاليه عندي. يعني كميه الحب اللي جوايا ليك، او كميه الغل اللي جوايا ليك، او كميه الخبث اللي جوايا ليك، الامور المعنويه دي كلها، وكميه الحسد اللي جوايا ليك، الامور المعنويه دي كلها مجرده جواك ما اقدرش اقيسها ولا بالكيلو ولا بالسنتي ولا الحاجات دي. كذلك الذكاء انا ما اقدرش اقيسه مباشره واطلعه واقيسه كده مباشره، او يعمل لك عمليه نقل ذكاء مثلا عشان تبقى اكثر ذكاء. مشكله الذكاء دايما يا حضرات مشكله معنويه مجرده، وبالتالي هتختلف حواليها الدرجات والمقاييس، ومش هيبقى فيه هناك حل حاسم للقياس. يعني على سبيل المثال يا حضرات وليس الحصر، انا لما باجي عايز اعرف انت طويل ولا مش طويل، خلاص القول الواحد ان انا هقيسك بالسنتيمتر، الموضوع انتهى، وقف كده، انت شكلك طويل، تعالى طويل ازاي مقارنة بمين، لمين قد ايه، وانت كم سنتي، فمقارنة بكذا تبقى طويل ولا قصير. لا يمكن قياس الذكاء برضو زي الوزن او زي الحجم، يعني حضرتك كده ده كم كيلو، تعالى انت زدت كم كيلو، هعرف منين؟ برضو من خلال الدرجات اللي بالكيلو جرام، هي اللي هتقول لي انت تخين ولا لا، وزنك كتير ولا لا. اتمنى حضرات تكونوا فهمتوا المقصود بمعنى الذكاء والمقدمة البسيطة. نتمنى ان شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.